السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في ذوق بنات. نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. بعد بسم الله والصلاة على رسول الله، خياتي اليوم في الكوزينة رايحين نحضروا لي زاسبيرج ولا زبيرج اللي يسموه باللغة العربية الهليون. هذه النبتة صحية ومليحة بزاف بزاف وتجي بنينة. نقدروا نحضروها كسلطة، نديرو به اون سلطة تجينا شباب، ولا نديرو اون اومليت به. نقدروا نديرو لي زو بغويي يعني مخلط ولا اومليت. البنات لهنا نقبضوا هذاك الزبيرج تاعنا قبل ما ننقوه، نغسلوه مليح بالماء. بعد ما غسلته خياتي حطيته في الطبسي وراني نقي فيه بالموس كما راكم تشوفوا نحو هذوك الوريقات الصغار. والجهه تاع الساق وين تكون عاصيه نحوها ثاني البنات، نحو منها شويه ونحطوهم على جهه. راح نكمل النقي كامل هذا الهيليون ولا الزبيرج كان يقولوا له الزبيرج، نحو له كامل هذوك الوريقات الصغار. فوالا كما راكم تشوفوا لا فيديو خياتي. ومن بعد رايحين على بركه الله نجيبوا لا بلونش دو طراي تاعنا ورايحين نقطعوه. نحتاج كمقادير معاه 3 حبات بيض، شويه ثوم ملحي، الملح والفلفل الكحل. لهنا نقطعوه خياتي كما راكم تشوفوا في لا فيديو. نكونوا دايرين الماء يغلي، لهنا كنت كثرت الماء البنات، حطوا غير شويه نتاع الماء. نفرغوه يغلي 5 دقائق برك، با بليس البنات، ما تخلوش يغلي بزاف يروحوا له الفوائد. 5 دقائق مع شويه نتاع الملح والنحو. نصفوه خياتي ونوجدوا مغرف كبيره في المقله نتاع لا مارغارين. انا نستعمل فلوريال البنات، تعجبني في الطياب بنتها هايله. ودرك خياتي نكسروا البيض تاعنا حبه بحبه فوالا، ونحطوه في البول ورايحين نضربوه. لهنا شوفوا الهيليون تاعنا الى طاب، تشكيتو بالموس ودخلوا طياب. رايحين نصفوا خياتي كما راكم تشوفوا لا فيديو، نحطوا المقله تاعنا على النار ونفرغوا الزبيرج تاعنا. قلوه في هذيك لا مارغارين واحد 5 مينوت هكاك ولا حق ما يزيد، يدخلوا طياب مليح مليح. بعد نفرغوا عليه البيض اللي كنا خلطناه، نضيفوا هذيك البهارات للبيض، فلفل الكحل والثوم اليابس والملح. خلطوا مليح مليح البيض ونفرغوا غير بالعقل على هذاك الزبيرج ولا الهيليون لي زاسبيرج هكذا. ونوجدوا لوملات تاعنا غير بالعقل، نقصوا لها من النار. ولا انا خياتي نسيت ندخل البيض تحت هذاك البيض اللي نشف، فوالا باش ينشف لي كامل، لخاطر انا حنقلبها هذه الاومليت. نسيو نمشو كامل هذاك البيض مليح بالمغرف نتاع العود فوالا باش ينشف لنا. ونجيبو اون اسيت بلات ونقلبو الاومليت نتاعنا فوالا. لهنا قلبتها خياتي ونحطوها غير بالعقل. ولان تكون الاومليت تاعنا واجده نطفو عليها النار وراح نشوفوها في صحن التقديم على بركه الله. شوفوا كيف خرجت البنات، لي زاسبيرج هذو رايحين يعطوا للبيض نتاعنا واحد البنه ما شاء الله. لهنا هذه هي الاومليت تاعنا بعد ما وجدت، يعني كتزيين درت لها لي غادي، قسمتها وحده اون دو وزينت بها الطبق. لي زاسبيرج ملاح بنان بزاف البنات وملاح للصحه. خياتي ما تنسوش اللايك ومشاهده اذا تكرمتم، ونتمنى لكم التوفيق كامل في قنواتكم. والمشاهدين اللي ما عندهمش القنوات نتمنى لكم التوفيق في شتى امور حياتكم، ولكم انتم ايضا متتبعاتي الفاضلات. ودوك ما بقى لي غير نقول لكم بقوا على خير، تلاقوا في الخير وعلى خير مع وصفات اخرى ان شاء الله. الى ذلك الحين في امان الله وحفظه.